ومثله بحط مقابله لناس بتستاهل أكثر من ابني. مؤسسة أهل مصر محتاجة دائما دعمنا، بحط بكل أجري يعني هدول الفلوس اللي حط لهم من عندي من عندها. وكمان مشفى 57357 محتاجين دعمنا. والثلث الأخير بحب إنه يرعوا السوريين الموجودين بمصر لكل أهلنا وحبايبنا السوريين. وبهيك بكون يعني زبطت ضميري مرتين. حفلتك بالنسبة لي فرصة لحتى أعبر عن محبتي الكبيرة لكم، أولادي، حياتي أنتو ولكل الدنيا. وبتمنى كمان هيك تساعدوني باللي نحن بدنا ندعمه هالمؤسسات، لأنه بحاجة لدعم منا نحن الجميع. ماشي الحال يا جماعة، وأنتو طالعين عطوني شوية مصاري عملولي جمعية خيرية اليوم.